نعود إلى الصوم فنقول إن الصوم نوعان. انتبه، الصوم نوعان: صوم عن المحسوسات، وصوم عن المعنويات. الصوم عن المحسوس كل يقدر عليه، كل أحد يقدر عليه، لكن الصوم عن المعنويات ما كل أحد يقدر عليه. الصوم عن المحسوسات هو الصوم عن الأكل والشرب والجماع وما يفطر الصائم، هذا صوم عن إيش؟ إيش؟ عن شيء محسوس، غذاء للبدن فقط، هذا كل إنسان يقدر. الثاني الصوم عن المعنويات، وهذا هو الشرط، يعني الصوم عن المعاصي، الصوم عن المعاصي. فمن صام عن المفطرات الحسية ووقع في المعاصي والمآثم فإنه لم يأتي بروح الصوم ولا بحكمة الصوم. الدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تتركون التمتع بالنساء، لا، قال لعلكم تتقون، هذه الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله عز وجل لا يريد منا إذا صمنا أن نتعذب بترك الأكل والشرب والنكاح، إنما يريد أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل ليس ضد العلم، الجهل العدوان. وعلى هذا قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذن الصوم الحقيقي هو الصوم عن الأمور المعنويات، يعني عن المعاصي. ولهذا قال الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاوم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. الشاعر أخذ هذا المعنى من الآية والحديث. هل الذي يصوم ولا يصلي هل هو صائم حقيقة؟ لا والله، يوجد أناس والعياذ بالله يسهرون الليل كله في رمضان، وإذا تسحروا وملأوا بطونهم برزق الله ناموا عن صلاة الفجر والظهر والعصر، وإذا بقيت الشمس أو قاربت أن تغرب قاموا وصلوا الفجر والظهر والعصر، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، ولو تأخر الغروب، لو تأخر الغروب لإيش؟ لا تأخر، لكن لقرب أكلهم استيقظوا. هؤلاء ما صاموا، صومهم ناقص للغاية. أناس صاموا وجعلوا يأكلون لحوم الناس بالغيبة، أصام هؤلاء؟ لا، ما صاموا حقيقة. أناس صاموا ولكنهم يتعاملون في البيع والشراء بالغش والكذب والحلف الكاذبة، أصام هؤلاء؟ لا، هؤلاء لا، لم يصوموا. إذن يجب علينا أن نلاحظ الصوم المعنوي، وهو الصوم عن المعاصي، هذا أهم شيء. أما الصوم عن المفطرات الحسية فهذا أمر سهل، كل يستطيعه،